من فريق العمل إلى مشاهديها لندن بأول حلقة من بودكاست يا أبيض يا أسود. ضيفنا الليلة بيتحدر من عالم الأعلام والإعلان والإستراتيجيات ومسيرته العملية مكللة بالنجاحات والإنجازات ناشط بالسياسة من أكثر من أربعين سنة وعلى عداء مع كل أعداء السيادة والتفاؤل أحد أمراضه على حد توصيفه. من انعرف يوم بتدوير الزوايا لأنه السياسة بالنسبة له يا أبيض يا أسود وزوايا الكلامية بتجرح من كتر ما هي حادة أنهى دراسته الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية يلي أصدى كلاجئ بسبب رسومه الكاريكاتورية وخلال فترة مكوسه بواشنطن رجع مرتين عبيروت اول مرة استدعاه الرئيس الشهيد بشير الجميل، والمرة التانية ناداه خطاب العماد ميشيل عون، يلي شاف فيه بوقتها بشير التاني. الرجل يلي وقف خلف حملات 14 أدار الاعلامية والاعلانية خلال ثورة الارز، معنا الليلة باول حلقة من بودكاست يا ابيض يا اسود. خبير التواصل الاستراتيجي الاستاذ الي خوري اهلا وسهلا فيك ومعك بدنا نفصل الخيط الابيض من الخيط الاسود الله يقدرنا وميرسي يا وليد يا اهلا فيك ومثل ما انك شايف يعني كله ابيض واسود وفي القهوه السوداء موجوده على الطاوله البيضاء بتحب القهوه طبعا كثير ما يعني. الشاي <تصفيق> <تصفيق> ابدا ما بتحب الشاي ابدا بحس حالي مريض يعني. وبتحبها <سيق> حلوه او مر القهوه أه وسط وسط من الاول وسط من الاول وسط وبرايك الحياه هي حلوه او مر <سيق> لا هي الحياه يعني كمان لازم تكون وسط صراحه لانه حلا زايد بضر وطبعا مروره زايده ما بتنفع وانت كيف ولي. حياتك كمان وسط يعني بين المر والحلو بس اجمالا بجرب حولها لوسط طيب بدنا انت معك هلا لاول شفه فيك تاخذ اول شفه ايه. يلا سوا كان ناقصنا سيجاره بس ماشي الحال ما في ما في سيجاره بالاستديو هذا هي ممنوع هيدي من ايام غسان تويني طبعا المرحوم طبعًا. غسان تويني طبعا, طبعًا. آه بدي بلش معك بالاسم مم. الاسم الي بيعني المنطقه <applause> يعني المختار يعني الاول او الاعلى هل برايك كنت اسم على مسمى بهالاطار هيدا؟ أه هلا الاسم صحيح بيعطي هيك بيضفي نوع من الـ من الايمج على على الشخص حتى بدون ما يكون هو يعني واوقات أه الاسم ما بتحسه لابق على الشخصيه م. هلا أه اسمي انا مثاقب انه اسم مثل جون سميث يعني اسم الله أه موجود ايه في شي مليون واحد م. اسمه مثل اسمي يعني ما بيعني لك لانه كتير لا بيعني لي من منطق معيني واصوله وبالتالي انا بكتبه بطريقه كتابته الاصليه يعني اي ال اي مش اي ال اي اي مثل ما بيكتبوا الفرنسويه م. لانه هو اسم تاريخي و, و, و يعني له, له حتى أه جذور دينية ميثولوجية, ميثولوجية صحيح. ودينية حتى. صحيح آآ آآ سيب أو تاريخية بنفس الوقت فمن هالناحية بيعني لي عيلتي ما بتعني لي كونها انه هي الخورة يعني بتحددني كمسيحي، م لأ تعني لي اكثر انه والله هي عيله منتشره بالعالم و... من اكثر العيال من اكبر صحيح. العيال مثل مثل حداد يعني. مثلا قصص من هالنوع تعني لي انه واحد انتماء لعيله لبنانيه من من هالبلد بس موجوده منتشرة. بكل اصقاع طيب بالعوده للاسم مين نقالك اسمك بالاساس الوالده طبعا الوالده هلا هي كان بدها تسميني مارك قبل <مممم>. آه طبعا على اساس اسم كول ومش مش كثير <ممم>. متدارج اذا بدك انما صار صار شيء بالصحه وقتها يعني بال لما جيت انا اولد كان في خطر عليا او علي ويبدو حسب العيله كانت كانت مفشكله كثير الى ان يبدو بنت عمى قالت لها انت شو؟ فقالت لها كنت بدي أسميه الي بس سميته مارك قالت لها لا له يا خوتها فاعتبروا انه انا مرضت وهي من وراء مارك من, من ورا مارك. مارك فرجعت ركعت وصلت لمارليس <تصفح> مارك القديس مرقص يعني. طبعا بس لا انه مارليس أقوى. إيه لا ما بينمزح معه مشكلجي يعني <تصفح> <تصفح> فراح سيف اكزاكتلي فراحوا قال <تصفح> إيه. استاذنوا مم. يعني اعتذروا من مارليس وردوني لاسمي الاصلي طيب ما دام عم نحكي عن المرض هذا بيستدعي الحديث عن العمر صحيح شو بيعني لك عمرك اليوم؟ والله الخبرة وفي حكمة قديمة بتقول انه لو بعرف اللي كنت اعرفه لما كنت اصغر م. شو كانت الحياة احلى م. بيطلع انه مظبوط بالفعل لو بتعرف اللي كنت تعرفه انت واصغر بيطلع بتطلع الدنيا احلى بتطلع الدنيا احلى او بيطلع منك اكثر بكتير. وبيطلع بي كل شيء بيصير ازبط، كل شيء بيصير ازبط وبالتالي بتوصل لعمر بتقارن بين اذا بدك قدي اخذت من الحكمة والتجربة وقدي ضيعت وقت مم. إذا أخذ برأيك ما يكفي بتحس حالك أنه لا والله العمر شي حلو مش شي بشع يعني. تعتبر حالك ضيعت وقت بحياتك؟ لا صراحة بعتبر الدنيا ما سمحت لي أعمل كل البدية لدرجة أنه معتبر أنه أخرتني الدنيا والظروف السياسية بلبنان طبعا أخرتني بين الخمسة لعشر سنين عن طموحاتي او او م. برنامجي م. شو قصدك بتعبير الدنيا يعني قلت الدني لانه الدنيا بمشاكلها اللي انت ما لك فيها. آه ما فيك تاثر عليها يعني ان كان الدنيا بيصير عندها حاله اقتصاديه معينه قد ما تخبط وتلبط ما بتنجح او بيكون بلدك مش قابل لكل مشاريعك يعني ما بيحمل كل مشاريعك اللي عم تعملها وبالتالي آآ آآ بيهر كنت بتتمنى لو يعني خلقت وعشت ببلد غير لبنان ما دام عم بتقول اذا بلدك ما بيحملك هلا طبعا بريتروسبكت اذا بدك تجي بتقول اوقات انه شو انا شو ذنبي اني اخلق بهالبلد او شو ذنب بكره خلي فولاد بهالبلد انما كمان يعني التجربة تصنع الإنسان وبالتالي بتصور المواطن اللبناني وخاصة اللي من جيلنا أو المواطن حيالله دولة اللي من جيلنا واللي عايش تغيرات يا إما مرعبة يا إما إيجابية خلال الدنيا، هي بتعطيه تجربة بتحوله لمواطن تقديري أفضل وأمضى إذا بدك. وفيها كمان بالظروف الخاطئة تحوله لمواطن فاشل وفائد للأمل. يعني منك ندمان إنك لبناني. خيي بين اوقات بتندم بتقول يا ريتني انا بدوله محترمه كنت اليوم يمكن بمستوى اينشتاين او شو بعرفني <applause> قدرت اشتغل اللي بدي كنت اقدر اشتغل اللي بدي او والله لا منيح اللي خلقتهم لانه يا راسي يا راسون يعني اذا بدك ضد الظلم بتقول لازم يكون لبناني مع الحياه الهينه بتقول اوكي خليني فل بس عشت بامريكا فتره طبعا وكان في وثقافتك كثير يعني انه لانه الكل اللي بيشتغلوا معك بيعرفوا انه تاثرك بالثقافه الامريكيه وبالحضاره بين مزدوجين الامريكيه، ليه ما بقيت بامريكا انطلاقا من هالتاثر <applause> ولا سببين، سبب واحد منهم خاص وسبب له علاقه بالبلد. السبب الخاص كان علي الاختيار بين اني اكون سمكه صغيره ببحر كبير بمحيط كبير. بمحيط مرعب قد كبير نعم وبين إن يكون سمكه كبيره ببركه صغيره فطبعا الاهون او بالاحرى الافضل والاسرع انك تكون سمكه كبيره ببركه صغيره وخاصه انه هالبركه انت بتحبها م. يعني لك منك قاعد غصبا عنك فيها فانا وصل وقت كان عندي يا اما بدي اكون شخصيه عالميه يا اما بدي اكون شخصيه محليه م. بس انتبه ما بحياتي حلمت تكون شخصيه عرب عربيه مثلا يعني باناراب باناراب للمنطقه انه يا محليه يا عالميه يعني يا كل العالم بما فيهم العرب يعرفوا فيه اه اه يا اهلي بس يكونوا هن كون مبسوط هون كون بيني وبينهم عم نعمل شيء سو so ايه اذا بدك هيدا هو البالانس اللي بتخلقه ومشان هيك هيدا السبب الخاص اما السبب الـ 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 الوطني صراحه كنت انا تقريبا مقرر انه خلص بقي بامريكا كنت مدير تحرير جريده للدياسبورا هونيك اسمها الاتحاد انا <applause> ذاك واز بيعمل لنا زياره ابو ارز <applause> وبيقول لي هيك هيك صاير بشير جميل مرشح و... هي السنه هي بال81 يعني إيه هو ترشح الشيخ بشير ب 82 هيك شيء يعني لازم تكون بال 81 81 وانه آه والشغله منا مسحه جديه وشرف بقى حش تلعب بامريكا شرف على لبنان عايزينك آه وطبعا انا عندي هال اذا بدك هال حسره مم. حسره ليش؟ لانه انا خلقت بمنطقه اول شيء خلقت بالاشرفيه واضطرينا ننقل آه بوسط ال يعني لما كان عمري سبع سنين نقلنا على منطقه جديده اسمها سلاف بدك على اساس انه هيدي منطقه جديده للور ميدل كلاس وانه طبعا وفيها كان بساتين ليمون وشوارع عريضه وبنايات مرتبه ونظيفه فكله كان كان هيدا المنطق واذ وعيت على النهار انه كل ما بدي اروح على المدرسه بدي اهرب من الناس بتل الزعتر كل ما بدي اروح جيب كيلو خبز لل لان انا الولد الوحيد سو ما كان فيني ابعت خي الصغير <applause> بدي اروح انا كل ما بدي اروح على الماركت لاجيب اكل وخبز كمان انا اكون بدي موت يعني امي تبقى على الشباك وانا بلشت قلت طيب يا عمي مين ليه بدهم يمنعوني انا ك... كانسان من اني اعيش حياتي حياتي وليش بدهم يعتدوا علي انا شو عامل؟ م. وبلشت يعني واجه الواقع وانتهيت انه لا خيي بدها مواجهه وانتهيت انه المواجهه تحولت لملاحقات من المخابرات السوريه وصولا لانك تقرر تفل يعني م. طيب خليني ارجع لحياتك الخاصه، هل هل بدنا نقول يعني القضايا الوطنيه وكمان الوضع العام غير المستقر هو يلي منعك انه تبني عيله وتتجوز؟ ايه هيدا هيدا جزء منه كمان يعني كوني انا من عيلة بروكن فاميلي متل ما بيقولوا يعني امي ربتني لوحدها وانا ولد وحيد الوالد توفى بكير لا طلقوا بكير آه طلق. طلقوا كان عمري سنه حتى يعني آه. فامي هي اللي ربتني وانا وحيد الوحيد بيطلع عنده اذا بدك عقده عقده التزام اذا بدك باخر ثم انا الوحيد بيربى انه بيقدس وحدته بيقدس الزاويه تبعيته من الاول او هلا مع التقدم طول عمرك. بالعمر طول عمرك آه من الأول. انت كولد وحيد لتتعامل مع الدنيا تخلق زاويتك الخاصه اللي بتعتبر حالك هي مملكتك تجري الامور خارجها انما داخلها هي مملكتك الخاصه فاذا بدك هيدا يعني بخليك توصل لمرحله تقول قد ايه بدك تتخلى عن حريتك الخاصه مقابل حريه العيله مقابل العيله اذا بدك هيدا هيدا السبب الحقيقي او البعض بيقول اذا ما الحب الكبير ما ممكن واحد يرتبط هالارتباط الكبير. اه لا هيدا واحد من الاسباب إيه؟ بس فيك تتخطي إيه؟ لما يلتقى الحب الكبير ما التقى بحياتك حب هل... كبير هلا التقى شي مرتين يمكن ثلاثه ايش؟ بهالعمر منيح؟ ثلاث ايه؟ تل... تلات... منيح ثلاثة 63 يعني <applause> اذا ما التقى مرتين ثلاثه بيكون عندك مشكله يعني, يعني. التقى مرتين ثلاثه بس يمكن كان كنت... كنت كنت بعدني كتير صغير تا او بالاحرى مش كتير صغير م. صغير ما يكفي اني اجل هي كل القصه فبنت صغير ما يكفي انك تاجل فجاه بتصير كبير ما لا يكفي انك تاجل مم. ما بقى تفكر اليوم بالجيزة بلا بفكر فيها بس مش انه رح موت اذا ما صارت لا اكيد واذا صارت ما رح موت كذلك الامر يعني مم. أه. مم. أه. الى حين انه يلتقى الشخص المناسب صحيح والشخص المناسب معروفه مواصفاته منا صعبه بس كمان نادره مم. اكيد هي. طيب مين ملهمك بالحياه؟ والله هيك بتحس انه اكثر شخص الهمك او عده اشخاص في في كذا شخص يعني مين؟ يعني مثلا بال بالتفكير الشعبي اذا بدك بالتفكير الاجتماعي زياد زياد الرحباني اكيد منه هين ابدا ملهم كبير لانه عنده طريقه لأنه انه انت بالميل الثاني بالامور الاجتماعيه لانه مم. هو لانه ترجمته للامور الاجتماعيه منطقيه ومقنعه وحاده فبيقنعك انما ما نجح طبعا يقنعني لانه بالسياسه 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 مين ملهمك بشير جميل طبعا من الاجانب عندي تشرشل حلو ريغن وحاليا من الشخصيات اللي تتعاطى المستقبل يعني ماسك انت مين بتحس انك الهمت انت ملهم لمجموعه ملهم لاشخاص والله يعني مضطر استحي انا وعم جاوبك يقال اني ملهم لكذا جينيريشن لاتليست شي اثنين ثلاثه جينيريشنز بلبنان والمنطقه بما يتعلق بالدخول بعالم صناعه الاعلان والإعلام وصناعه البراندينج والحرف حتى نقطه بيضه بحياتك صحيح أعت... لأ انت أعت... اي نقطه بيضه بتعتبرها هيك مميزه بحياتك يا خيي بصراحه اكثر من نقطه في... ابرز وحده ابرز وحده او الاكبر او الاهم صراحه الاهم هي انتصار 14 دار قبلها هو المساهمة الفعالة والأساسية برفع مستوى المصلحة بلبنان والدول العربية خلال عقدين من الزمن وإلى حد كبير يعني أغلب أغلبها عكتافك يعني. النقطة السوداء بحياتك النقطة السوداء بحياتي أنه ما بصراحة ما انتبهت على, على صحتي أو حالي ما يكفي بس طيب بدي انتقل معك من هون الى الفقره الثانيه يلي هي بالزوايا خبايا بدي ابدا معك شو بتعتبر انه ابشع صفه بشخصيتك هي صعبة يعني واحد يوصف البشاعة بشخصيته اه اه تفادي وجع الراس مم. مم. يعني اوقات مستعد ادفع من جيبتي اوقات مستعد اسكت عن حقي تتفادى مشكله هيدي منيحه ايه بس اوقات يعني في في حدود اوقات بتخطى الحدود المسموح فيها م. بتصفي هبل أم مش لانه بدي المسيح يكون حببني ويطلع على الجنه وقصص من النوع صراحه لانه بنسى شو بكذب اذا كذبت ف م. من شان ما اعتلهم اذا مخبر حدا خبريه فبقول الامور مثل ما هي واجمالا اوقات ما كتير مستحبه طيب عصيرة الكذب مم. اي متى اللي بيكذب؟ يعني بحس حاله انه لازم يكذب بصراحة ما اكيد ماني قديس في كتير اوقات بس اجمالا السبب الكذبه بيكون مش أه يعني اوقات بيكون فيها نفع خاص مم. بس بالاغلب بتكون فيها لعدم ضرر الاخر بس تما تجرح شعور م. الاخر <سؤال> انه واحد اهبل تروح تقول له اهبل انت يعني بدك بدك تمرق له اياها بشكل او بتعض على الجرح انت او بتسكت انت وبتصير تسيره وبتزهق لك شي ساعه زمان يعني <سؤال> مين هي الشخصية التاريخية انطلاقا من هون يلي انت بتحب تتشبه فيها؟ تاريخية يعني لو انت بدك تقول انه انا بحب كون هالشخصية هيدي أه <سؤال> 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 بسبب وضعك من ميلي وهو الاساس كفنان يمكن كون بحب كون اكون ليوناردو دافنشي يعني العالم الفنان مش بس فنان بس في عالم وفنان كان فيك ما كملت لانه يعني القليل بالكاريكاتير كيف فيك تكون دافنشي الكاريكاتير او بالاحرى الفن نفسه لانه كمان هيدي بدها ما فيك تكون في شيء في شي مختص فيك منك مرتاح عليه وتنجز في شيء مختص فيك منك مرتاح عليه اللي هو بيتك وعيلتك واصلك وفصلك وتاريخك وباسبورك ومين انت ولوين رايح هيدي اذا مش محلوله بتضلك ملبك بحياتك م. يعني طيب من الامور اللافته تغريداتك انه دائما آسي دائما جارحه بتغريده بتقول انه بالنسبه الى الممانعه المرأة راجمة صواريخ هيدا ما في نوع من إهانة للمرأة راجمة شهداء راجمة شهداء نعم مش أنا هنت المرأة الممانع الممانعة عم بتهين المرأة لما هي على بتقول بمثلنا برحلنا ألف من جيب خمسة شو بدك مني أنا أقول إنه هاي شغلتها هي بس تخلف لك شهداء جاهزين مم. يعني تلفهم بورقة وتبعت لك اياهم ليموتوا يعني بس منه جزء من صمود شعب هيدا يعني, يعني هذا يا أخي تتحدى يعني الوحشية اللي عم تواجه فيها الصمود بمشكل أنت بلشتو طب ما أنت بلشت المشكل ما شو بك تبلش مشكل ترجع تنق أنه يا با مش قادر طب ما قرر يا فيك تعمل مشكل يا ما فيك تعمل مشكل بعدين انت اخترعت المشكل منك لحالك ولا استشرتني ورحت عملت كل شيء لوحدك شو بدك مني يعني زقفلك؟ بس هن بيقولوا اذا عم تحكي عن غزه بيقولوا هيك هيك كنا يا مقتول يا مقتول يعني ليش مين مين خبر انه كان في هالحصار عليهم الهامج مين من حصار غزه طب وانا إيه؟ مالي مم. غزه كفلسطينيين وناس واولاد وطفال كلهم حيلا انسان بالعالم مفروض يكون هلا آآ آآ معهم بس مش مفروض يكون عم بغطي على حماس مثلا مم. لانه هو ما بطيء اسرائيل بصفي انه حماس هي الروعه لا اذا مزبوط بدك تكون منطق بكل اثنين اضرب من بعض كان عندهم حل غير بالمقاومه ايه شو مقاومة شو هلا شو كانوا عم بيقاوموا هنا؟ كانوا عم بيقاوموا من خلال بقاءهم بارضهم بس اكثر واكثر عم كان يقوى الحصار كانوا عم بيغيروا معادله موجوده لمعادله تانية لانه المعادله اللي هن بيدعوا انه بدهم يوصلوا لها هي من البحر الى النهر نعم no. وهي معادله يعني حتى العرب باغلبيتهم والفلسطينيين باغلبيتهم تخلوا عنها سو so, وينك راي شو رايح تعمل؟ عم تغير معادله كان ماشي حالك، غزه كانت احلى من لبنان صارت اقتصاد ومصاري وشغل وثلاث ارباع شعبك قاعد ملاقى شغل على الاقل عند عدو م. باسرائيل وميته ماشي احسن من عندك وكهربته ماشي احسن من عندك واسواقه ماشي احسن من عندك شو مشكلته؟ خليني ارجع للواقع اللبناني انطلاقا من امثال معينه لمين بتقول بلبنان اكل البيضه وقشرتها؟ طبعا يعني بدك تختار بين بين بري والحزب برايي الحزب أكتر لا على طول عندك استهداف للثنائي للثنائي الشيعي؟ أه لا، أول شيء مش لأنه شيعي طبعًا طبعًا أه لأنه الثنائي حصر م. الموضوع بطايفة. اسمه ثنائي شيعي مش أنا اخترعته ونوعه شيعي مش أنا اخترعته، واحد. تانيًا لأنه منك معتبر الآخرين بالبلد ومعتبر إنه أنت اللي بتفهم، وأنت اللي عندك حقوق، وأنت الذكي، وغيرك ما هو ما خبر شيء وهي القصة كلها بس الفرق إنه أنت معك فرد وأنا ما معي فرد. بس 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 يعني اللي بده يوحي لك انه عنده شئمة وروح, وروح وطنية او زكا او whatever <applause> يعني بيكون يا سخيف يا يعني كذب <applause> لانه كلنا مثل بعض الفرق انه انت بس تحمل سلاح بصير عندك حقوق اكثر منه بس <applause> طيب ولمين بتقول اعطيني عقل وحسبني بلبنان أوف. اوف شو تعبت؟ لا ما بتصور حدا طالب هيك طلب يعني بده اياك ما تحاسبه ولا تعطي ولا تعطي عقل يعني اذا بتسمع اداريين بلدك من اعلى واحد فيهم يعني رئيس المجلس لاصغر وزير او حاجب بالدوله اذا بتسمع شو عم بيحكوا تكتشف انه ما بدهم لا هي ولا هي ما بدهم العقل ما بدهم عقل عند الناس طبعا بدهم بدهم اياك بالعكس تضلك هبله تيضلوا طيب يقطعوا عليك كل كل خبرياتهم واللي هي ب 90% منها كذب وال 10% الحقيقه منها بتكون يعني الظروف عايزه انه يكون معهم حق طيب ما دام عم نحكي عن السياسيين بلبنان مين برايك السياسي يلي بينحط على الراس اليوم يا خيي في كتير ناس منهم مني انا من جماعه هولي انه ياي كلهم يعني كلهم لا لا هيدي, هيدي حتى بعز كلهم طبعا يعني طبعا ما مشيت بهالقصه لا لا هيدي, هيدي اسخف طريقه مم. لتتفادى تواجه المجرم مم. تتهم الكل بكل بساطه بيقول لك نحن اللبنانيه حمير بحق حالنا مش انا <applause> انا لا في غيري حمار بحق حاله سو لما بدك تتفادى انك تواجه بتدعي الكل وبالتالي لا بس في بس ما سميت اللي مين ايه في كم شخصيه ما عندي مشكله معهم بالعكس واحد منهم بطمئننن من كثير اشرف ريفي، ميشيل معوض، سمير جعجع، سامي جميل او أه بينحطوا على الراس يعني ليه انه بتقدرهم يعني على الراس على الراس طبعا مش يعني اوكي مع حفظ الاوزان الحريري رفيق الحريري بشير جم... هاو بتحطهم على الراس هوديك بتحطهم على الكتاف طيب. اذا شيء او حدك <تصفيق> <تصفيق> بس بتمشي معهم طبعا على القليله بتمشي كل وطني ما عنده مشروع اقليمي يعني خارج حدود ال 10452 انا معه ما عندي مشكله يكون عم بيحاول يزم ال 10452 عندي مشكله اذا كان عم بيحاول يكبره حلو طيب مين السياسي يلي بتقول له خربتنا بشكل او باخر آه لا شك انه ميشيل عون ميشيل عون خربنا <applause> لا شك لا شك لا شك, لا شك. خرب لبنان طبعا 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 والمسيحيين هو اسوا ما حدث للمسيحيين للبنان مم. بس ما كان عنده صلاحيات ما خص الصلاحيات، خص الشخص الأداء؟ شخص والأداء طبعاً مم. والأهداف هل ندمت لأنه بفترة من الفترات فيه؟ ايه ندمت لأني صدقته على مدة، مدة صغيرة كانت مم. بس إنه قد إيه كانت هالمدة الصغيرة؟ يعني لحديت لحديت روحته على باريس تقريباً أو قبل شوي، لا لحديث هجومه على لحديث افتعاله مشاكل بشريه. نعم. ساعتها حسيت يعني حسيت انه خلص نقل المشكل لجوا معناتها الزلمه ما بيرتد. طيب رح ننتقل معك هلا ناخذ بريك قصير طيب. ونصير ساعتها مع آخر شفه. اوكي. بآخر شفه اللي عم نشتبه نحن وياك رح اسألك عن ست أسامي. اذا ابيض او اسود يعني شو تقييمك لهالاسم او لهالشخص السيد حسن نصر الله ابيض او اسود اسود غامق <applause> ايش لا غامق بلون العزا وال والموت. بس بلون بلون المقاومه كمان المقاومه شو لونها احمر يعني لانه عم بيقدم شهدا طيب من هيك العزا أه بطلب من حدا بطلب من شعوره الوطني بمناسبه يعني مشاكله حاليا مع اسرائيل مش هو اللي حركش بده يعمل توازن استراتيجي مع يصطفل وانا مالي بده يدعم كمان غزه انه كمان معركه غزه اخر همي روح جيب كهرباء ومي قبل ما تحكي وتفلسف على الناس م. قبل ما تقرر انه انت بدك تدعم حدا تاني دعم شريكك بالوطن خليه ياكل قبل خليه يشتغل خليه يامن على حياته رئيس سعد الحديدي ابيض او اسود ابيض بس آه يعني آه آه اوقات البياض اذا منه بقوه الاسود ممكن يصير رمادي هو عنده رمادي هلا هو ما بده يكون ما بتصور بده يكون رمادي هو بس انه آه ظروف الاسود اقوى من من الابيض <applause> ليه ما قدر يكون بقوه الاسود صراحة بعتقد يعني اعتقاد لأنه رغم طيبته وحسن نيته وأخلاقه وذكائه حتى يعني كإنسان رائع اللي بيعرفه بيحبه جدا والناس بتحبه إنما بالمقابل يمكن العقيدة السياسية منا واضحة عنده بشكل يقدر تقدر تحدد له ظروف تحركاته في إذا بدك ضعف بالعقيدة السياسية الرئيس ميشيل عون يعني اسود كمان اسود غامق اسود غامق وملطخ وكله وكله يعني بيدبئ حتى وبده يدعي انه ناصع البياض وانظف من نظيف عرايته يعني تقييمك له اقسى من تقييمك للسيد حسن نصر الله. طبعا ظروف السيد حسن مفهومه ظروف عون مش مفهومه يعني آآ آآ ظروف نصر الله ممكن تقول أنه هي جزء من عقيدته لأنه أنا ما بعتقد أبدا أنه هي كلها بسبب العقيدة هي بسبب السلطة بس ممكن تكون هالسلطة كمان إلى جزء من عقيدة إنما مش العون سلطة فقط فقط ما في عقيده العقيده أبو ورق ابو أرز يلي يعني اللي حكيت عنه بس هي انه ضاع على الولايات المتحده الامريكيه وحكيك أه ايامها ابو ارز واللي هو كان مثله مثل كتار تانيين أه أه وصفوا بالعملاء أه للاسرائيليين أه لا كان شخص وطني والاحلى من هيك كان شخص علماني م. يعني وطنيته كانت قوميه قوميه بعنف يعني تشبه القومي السوري بس على على لبناني وبالنسبة للطوائف كان علماني بشكل تقريبا مطلق هل بتعتبر انه ابو اذ ظلم؟ طبعا طبعا مثل كل الشعب مم. دكتور سمير جعجع ابيض او اسود؟ آه كمان ابيض بس آه في يكون مايل للرمادي اوقات مثل سعد مم. الظروف يا خي لتضلك الظروف او هيدي السياسه يعني شروط السياسه صحيح اللي بده يلبس روب ابيض ويجزدر بمزبله بده يوسخ بده بده يوسخ الروب تبعه بس آه يعني ما حدا عم بيقول انه واحد يكون قديس عم بيقول ولنه يحافظ على هالروب يضلوا شوي ابيض يعني م. م. آه 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 ما تصير ملطخه ما تصير ما تصير ملطخه وما لك نفس تلبسها يعني م. طيب الاسم الاخير النيبي سنتيا زرازير يا ابيض يا اسود لا لا اسود اسود لا حتى, أسود. حتى بدون ما تعرف يا اخي ما بتذكرك بكمال هاريس من اي ناحيه؟ انه ما بحياتي سمعت جمله مفيده من طالعه منها او اصلا قليل ما ما تقول شيء ولما تقول شيء منه مفيد وبالتالي شو؟ بعد بفيد الحكي ليه بلبنان؟ يا اخي على الاقل ايه طبعا الحكي هو يعني لا تقول اخ على الاقل مم. لا تقول اخ ما بس تقول. سمعناها اخر مره مجلس النواب خلال مناقشه الموازنه كانت جريئه يعني بس يمكن منه كل يوم انه بتطلع على الاعلام انتبه الجراه صحيح مطلوبه انما الجراه ما فيها تكون جراه انتقائيه او فارغه مم. ايش؟ طبعا الجراه هي انك تطلع تلو مثلا مع انك موجود مجلس النواب يا يا نايب ومش بس هي حيلا نايب يطلع يقول له رئيس المجلس هيدا هيدي مش رئيس مجلس مش هيك بيديروا مجالس بالعالم وقد ما يعيط عليك ويصرخ عليك ويطرطق بالمطر اخر همك م. لا عندك مشكل نحس انه مع كل الثوره مع كل رموز الثوره وهلا انتقلت الى نواب الثوره يخي ما عندي لا ما عندي شيء ضدهم انا كان عندي انتقاد لهم في فرق بين الانتقاد والضد الانتقاد انه اولا ما فيك تضلك تقوس رشا بدك تقرر الهدف تبعك هن صادقين يمكن لانه أخي صادق بس مش معناتها بتحمل الرشاش وبتنزل شمال ويمين ما بتقتل الناس ما لها ما لها دخل ما لها دخل سو بدك تقرر انت رايح تشيل او او تتعاطى مع مين تنوقف حدك ما فيك تصرخ على الكل وبالمطلق طيب رح انتقل معك الى فقره مع او ضد بمع او ضد في عنا اربع جمل بدي اسالك على جمله ورا جمله الجمله الاولى انه حزب الله او مسانده حزب الله لحركه حماس هو امر نبيل صح ام غلط بالنسبه لك لا لا لانه النبل ريلاتيف يعني النبيل اذا انت مريح اهلك وولادك وعائلتك واصحابك والدنيا كل بلدك كله مرتاح وانت رايح كاميركا مثلا عم بتساند حليف عظيم بس ما انت بنطلونك مخزوق يعني يعني استحي مين البنطلون مخزوق؟ الحزب يعني الد لبنان انت هلا بتساعد تساعد غيرك؟ منك شحاد مقلعت ما حدا عم بسلم عليك؟ قاعد على ناصية الشارع عم تشحد بدك بس انت تساعد حالك بس في قضية مقدسة عندك وإذا بتنزل بتنزل بالظلط وبثياب مخزقة وبخشبة و... و... تحارب كله كله بوقته حلو آه هون رجعنا طبعا للرئيس سعد الحريري طبعا طيب ما دام عم نحكي كل اتفاق 17 أيار إيه؟ يلي كان بوقتها إيه؟ هل هو لعنة كان على لبنان؟ بالعكس هو كان لعنة على لبنان لأنه حافظ الاسد والحزب مش هن اللي عم بيوقعوا بس لا هن بدهم يمضوا عنك هيك القصه لانه انت اللي عم تمضي هن مش مشكلتهم مع الاتفاق مشكله اسرائيل عم تعمل اتفاق مع مين اذا عم تعمله معك ما بينسب يعني اخطا امين جميل بعد ما تراجع الرئيس امين جميل طبعاً طبعاً. بعد ما تراجع بشكل او باخر عنه طبعا طبعا رغم انه رئيس مجلس النواب ومجلس النواب كله تقريبا كان مؤيد مجلس النواب مختلف طوائفه ايه بس لو مشى فيه للاخر بوقتها طبعا كانت سوريا ضده إيه كنا فتنا يعني بمشكل اكبر بكتير بدنا نضل تحت تهديد السلاح والفرد انه اوكي فيك تضلك بالتخت وما تقوم من النوم على اساس في فرد براسك إيه خليك بالتخت بس حشتنا رجعنا طيب الجمله الثالثه انه الموارنه بيعانوا من مشكله شبق السلطه هل صحيح هالامر؟ ليك كل انسان عنده هالطموح ولما تفسح له مجال بانه الرئيس مروني ورئيس الحكومه سني و و و طبعا بدها بده بده تنبت هالطموحات ما في, ما في ما فيك تمنعها عن الناس بس منه مرض مروني بامتياز بتحسوا انه مرض الرئاسه خصوصا ليك هو مرض جبلي جبلي؟ ايه يعني أهالي الجبال والقرى معروفين بهاي العنفوان وأنه مش عارف حالك مع مين عم تحكي سكان المدن بيتحولوا ل... لناس يعني بيتعاطوا أكثر مع الآخر ب... بي بي بندية لأنه في بناية مشتركة وطابق مشترك ومدينة مشتركة داك في حقل بينه وبين هيداك في مجال سو so, إيه hey, لا منا يعني كله منيح في حال استعملته مزبوط م. لم يستعمل بس مزبوط طبعا وكل شيء منيح تستعمله غلط وكل كل شيء غلط عاطل إذا بتستعمله, بتستعمله غلط م. طيب آخر جملة عن الجغرافيا نعم. هل بتوافق على إنه الجغرافيا اللبنانية هي لعنة على لبنان يعني وجودك بهالمنطقة بالذات لا جيران هالجغرافيا هن اللعنة عليها م. لأنه هاي الجغرافيا هي منتهى طموحون م. هي اللي قدرت تعمل كل شيء ما قدروا حتى يفكروا يعملوه مش ما عملوه ما قدروا يفكروا يعملوه حتى م. ففي حقد وكره وحسد لها الجغرافيا كل الجيران ايه كلهم كلهم يعني اسرائيل وسوريا كلهم 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 وايران وكلهم كلهم بتحط سوريا بمنزله اسرائيل؟ مينيموم ايش؟ ايه طبعا مينيموم؟ مينيموم مينيموم بس اسرائيل عدو سوريا هلا يمكن بنختلف معها كتير وانما هي شقيقه هاي قالك إيه لك اياها قبل شو؟ بتتذكرها؟ لا انه انت بتوافق على سفاح القربة يعني؟ لا <applause> انه اذا قريبه بحق يغتصبني اكثر من العدو يعني ما توخزني يعني مم. في شيء غلط بالعكس بصفي اعدى من العدو في حال اذا هو اقرب لي مم. لانه العدو شغلته بينما القريب ما شغلته بس هلا السوري منكفئ انت شايفه يعني منكفئ عنده مشاكله عنده طبعا يعني هو مهدد لا من الداخل لا في قايم بالحمل عنه هون الحزب شو بده بنزين، شو بده خبز، شو بده مصاري، شو بده سلاح، شو بده كله بي... بيوصل له يعني على آه. يعني ملائكة السوري بعدهم موجودين بلبنان؟ شياطين شياطينه شياطينه شياطين السوري بعدهم آه. موجودين، وهلا وصلنا معك إلى آخر البرنامج، يعني وبدنا اياك إنه أول شيء شربت كل الفنجان؟ آه. إذا شربته بدنا اياك تطبه تنقرأ طالعك أنت بدك تشوف طالعك لكن طبه بدك أقرأ فيه ولا طبه؟ طبه لا بدك تقره. غير ما تطبه ما ولا يمكن أنه هلا بقى تقرأ فيه بقى هم. شو بتحب تعريف؟ أنت شو شايف؟ شو شايف بالدقيقة؟ شو شايف بدقيقة شو شايف والله شايف أنه ما عندنا رئيس شايف أنه الوضع رح يصير أصعب يف هيك متوقع؟ طبعا إنما في بعد إشارتين ثلاثة <applause> آه في أمل آه الإشارتين ثلاثة دايل وقتهم أنا بتقديري مش قبل سنة الجاي آه يعني ال 2024 أنا برأيي كلها أزمات طبعا شو ناطر يعني الانتخابات الأمريكية؟ كل شيء ناطرة غزة، انتخابات أمريكية، كتير أشياء، كتير م. أشياء معلقة بهاي. بها. وبالتالي الإشارة أو إشارتين معناتها أنه في شيء بده يصير قبل لي... ليصير يصير اللي معك مم. فأنت ما رح يتقدم شيء معك إلا إذا قرروا مين خسر ومين ربح بغزة وإذا قرروا ماذا يعني اليوم التالي مم. مم. إذا ما قرروا رح تضلك ناطر لأنه وبالنسبة لطالعك الشخص شو بتشوف؟ آه... رح تضلك عرفان خد لك حبتين زياده وروق ما في ما في شيء رح يتغير ان شاء الله ان شاء الله ما يزبط هذا أخ في لا ان شاء الله ان كان على الصعيد العام او على الصعيد الخاص صحيح استاذ خو بيطلع لنا بيطلع لنا نرتاح صراحه أستاذ إلي خوذي بدي أتشكرك لأنك أول ضيف ببودكاست يا أبيض يا أسود طبعاً الحلقة مثل عادي كانت معك ممتعة إن شاء الله يكون بادرة خير شكراً شكراً لك كمان بدي أتشكر الأصدقاء المشاهدين على متابعة هالحلقة من بودكاست يا أبيض يا أسود طبعاً اللقاء يتجدد الأسبوع المقبل تصبحون على ألف خير